ازاي المسيح يملأ فقدان شخص قريب وانا كنت بحبه؟ ازاي المسيح بيملأ كل فراغ داخلي؟ وايه نوع القوة دي؟ كان في شاب صغير، كان ولد جميل وشقي كده، لذيذ وشاطر وذكي. وهذا الشاب كبر وتخرج من كلية الهندسة. فأول سنة اتخرج فيها أبوه جاب له عربية واحتفى بيه. هو خد عربيته وراح مشوار طويل يعني، ورجع. رجع بيقول يا دماغي، راسي. ودخل نام بقى، راسي دخل نام. الحقوه الدكتور، المستشفى، مات. أتاري اللي حصل ده كان انفجار في شرايين المخ ومات الولد. الولد زي ما قلت لكم كان ولد جميل، ولد شاطر، ولد ذكي، ولد حلو يعني. كان لي اخ اكبر منه، مش ما كانش الوحيد، بس برضه الولد كان مميز زي ما شرحت. امه حزنت حزنا شديدا ولم تكن تكف عن البكاء. ودي مش اول مره اشوف ام في هذه التجربه القاسيه ولم تكف عن البكاء. يعني مفيش فاصل. الحزن والجرح قاسي. وبعدين هي كانت عامله بقى السلسله اللي في رقبتها دي، بدل ما بيحطوا فيها ايقونه ولا صليب، كانت عامله صوره ابنها هذا الشاب الجميل ده على الايقونه ولابساه في رقبتها. مش عايزه تتوقف عن تذكره ولا تتوقف عن البكاء نهائيا. في مره قبل دي كان في ام فقدت ولادها، الولد والبنت، كان عندها ولد وبنت، في فرق سنين بقى يعني. انا بس عايز اقارن الحاجتين عشان اقول لك اللي بيحصل ايه. الولد والبنت فوق رؤوس بعض، شباب صغيرين، فكانت بقى بنفس الطريقه يعني مش قادره تتقبل الصدمه. فجت الاجتماع عندي. لما جت الاجتماع عندي قالوا لي قول لها حاجه، فانا قعدت اقول لها المسيح جاي وكلام. الست التانية دي كنت كبرت بقى في الخبرة وتعلمت حاجة مختلفة، فأنا ما قلتلهاش كلام. كلم مين؟ كلم إنسان يعني الحزن وجعه بشكل جامد وتجربة يعني موجعة طبعا. كلام إيه؟ هتقول إيه؟ ولكن هي بقى قعدت معايا وقعدت تبكي وتقول إلى آخر الكلام، وأنا سكت خالص وسبتها تقول وتبكي زي ما هي عايزة. وفي الآخر قلت لها تحبي اصلي لك؟ قالت لي يا ريت، صلي لي. انا حطيت ايدي على راس الست وبدات اصلي. ايه بقى الخبره؟ كانت كبرت. كان في بقى قوه الشفاء، قوه التحرير، قوه الروح القدس بتتنقل. فانا كنت بصلي بعمل ايه؟ بنقل لها قوه الروح القدس المعزي اللي تعزيها وتطرد روح الحزن بدون مبالغه. انا بعرف القرايب وبعرف الولد، بس ما كنتش بعرف الست، شفتهاش قبل كده. وكان فات على الحادثه حوالي مثلا 4-5 سنين على الاقل. لم تكف عن البكاء، ولاول مره الست بصت لي قالت لي اخيرا اتعزيت. قلت لها ما انا عارف، لان روح القدس جه عليكي وعزاكي، خليكي ماسكه فيه بقى، اوعي تسيبيه تاني. كفت عن البكاء وعبرت وقالت اخيرا اتعزيت. ايه بقى الاجابه؟ في شخص قريب او عزيز، معرفش بقى الفراغ ده توفى ولا سابني ولا، المهم هي فكره واحده، ان بحبه، شخص حبيب لنفسي، وفقده ايا كان بقى السبب عامل حزن وجرح. قبل ما اكمل السؤال، خلي بالك وخلي بالك من دخول روح الحزن، لأن دخول روح الحزن بينتهز الفرصة إن الجرح كبير والوجع كبير وأنا مستسلم له، وشوف بقى بيعمل إيه بقى، بيدمر الناس إزاي. اتنين، أديني قلت أهو، استقبل العزاء من روح القدس، استقبل الحب والتعويض من روح القدس، استقبل الشفاء من روح القدس. معظم الكنائس ما بتديش تعليم ده، يعني ايه اتعامل مع روح القدس، يعني ايه امتلي من روح القدس، يعني ايه اشرب واستقبل روح القدس. الكلام يا اما احنا خدنا روح القدس في المعمودية ودمتم بخير، يا اما انا عندي ايمان
كل حاجة أنا عندي إيمان وبالإيمان. فالتعليم ده قليل في وسط الجماعة المسيحية، اللي هو إيه؟ إنك تنشئ علاقة مع روح قدس وتشرب من روح قدس وتستقبل قوة روح قدس. فالإجابة بقى خلاص إيه؟ هي من فضلك أو من فضلك استقبل قوة الروح القدس للتعويض، للشفاء، للتعزية، للفرح. طب أنا أقول لك حاجة أو أقول لك حاجة دلوقتي وأنا بقول أنت بدأت تستقبل، كمل بقى على كده.